السلام عليكم. ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في احسن حوالكم وتكونوا بخير وعلى خير. ففيديو جديد معنا كما كتشوفوا في القناه. فنبداو الفيديو ديالنا بصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد صلاه مباركه وسلاما تاما. فكما عودتكم دائما الجديد ثم الجديد. فغنشوفوا في هذا الفيديو الجديد ديال الجلابه المغربيه، اخر ما كاين في الجلابه المغربيه واحدث موديلات والتصاميم. فإلا كنتي من مهتمين الموضه ما عليك الا تنضمي للقناه هكا باش تعرفي على الجديد ويوصلك كل جديد. فعلي جرس التنبيهات باش يوصلك كل جديد ديال القناه. فهنا كما كتشوفوا معايا هاد الجلابه هادي كيفاش جات مطروزه ما شاء الله، انيقه وجايه بالقميص ديالها كما كتشوفوها معايا. فبنلف اللون الاحمر بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هاد اللون هذا. وهنا كما كتشوفوا معايا بالطرز. فهنا غادي نرجعوا على كي كانوا جدودنا، فهم كانوا كيخدموا بهذا الطرز هذا. وما شاء الله هو رجع مازال ولا هاد العام توندونس. فكما كتشوفوه معايا غزال ما شاء الله كيفاش جا في القميص. وجايه جلابه مخدومه براندا. وكذلك شوفوا معايا الطريسات في الجليبه كيفاش جات. وهذه ما شاء الله انيقه بالنسبه للسيدات العريسات الجداد. شوفوا معايا الاناقه ما شاء الله، الخديمه كي جات بالصم. شوفوا معايا ديك الطريسه كيفاش جات ما شاء الله انيقه. وهنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاسود كيفاش جات هاد الخديمه. شوفوا معايا القميص ديال الجلابه كيفاش جا. نشوفوا هذا الموديل كذلك اللي جا جديد ما شاء الله. شوفوا الخديمه ديالو كيفاش جات في اليدين وفي الصدر كيفاش جات ما شاء الله انيقه، كتجي بفصاله مخزنيه. وهذا موديل اخر اللي جا انيق كذلك باللون الاسود. فما شاء الله عطى واحد الاناقه ما شاء الله انيق مزيون. شوفوا معايا القميص ديالو كيفاش مخدوم، والجلابه كذلك كيفاش مخدومه باللون الاسود، فهي جات رائعه وانيقه. شوفوا معايا جات بفصاله مخزنيه. وهذه كذلك شوفوها معايا كيفاش جات بهذه الخديمه هذه ديالها ديال برشمان خدمه المعلم. شوفوا هاد الموديل هذا البنات واخا ما ملبوس فهو جا انيق ما شاء الله. شوف معايا الخدمه هذه اللي جات بخدمه المعلم مع الطرز الرباطي كيفاش جا. شوفوا اللون واحد التناسق ديال الالوان ما شاء الله. وهذا موديل اخر كذلك اللي جا انيق، فهنا جلابه بالقميص ديالها. شوفوا معايا الطريقه ديال الخدمه ديالها ما شاء الله. وهذا موديل اخر كذلك حتى هو كيجا انيق ما شاء الله. فالبنات بقاو معايا وكملوا معايا لا فيديو، فهو عامر بالجديد ديال الجلابه المغربيه. شوفوا معايا الاناقه هاد الخديمه هادي كيفاش جات. فإلا مازال ما اشتركتي في القناه شاركي في القناه وفعلي جرس التنبيهات وما تنساوش تخليو ليا لي لايك للفيديو. ونمشيو هاد الموديل اللي جات حتى هو انيق ما شاء الله. شوفوا معايا شوفوا الخديمه تبارك الله ما شاء الله. شوفوا البنات شي حاجه اللي هي انيقه. شوفوا مخدوم هذا براندة حصيرة مع الطرز الرباطي. وهذا موديل اخر كذلك حتى هو اللي جا سامبل، ولكن الخدمه ديالو ما شاء الله فهي كتبان انيقه. شوفوا معايا التنبت ديالها خفيف جهه القبيب وفي اليدين وفي القميص كذلك جات الخدمه ديال المعلم، ولكن جات اللبسه انيقه ما شاء الله، جات جلابه انيقه.
شوف اللباس ديالها جا انيق ما شاء الله. وهادو بالنسبه للخدمه ديال المعلم ديال برشمان، هانتوما البنات بالنسبه للالوان فهي الوان مختلفه وانيقه، فهنا كنشوفوا التناسق ديال الالوان اللي جا رائع ما شاء الله وانيق، كيعطينا واحد اللوحه فنيه اللي هي انيقه ما شاء الله. شوفوا معايا هذا اللون، هذا يجي مع اللون الابيض شغزال ما شاء الله وانيق. فكنتمنى لا فيديو يعجبكم، وما تبخلوش عليا بالضغط على زر اعجاب، وتخليو لا فيديو يوصل اكثر ويتبارطاجا اكثر. ها نتوما لا فيديو اخر باللون الاسود ما شاء الله كيفاش جا، عفوا جلابه واحده اخرى كيفاش جات ما شاء الله باللون الاسود. وهنا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا اللون الاحمر كيبغيو يعرفوا معايا اش غادي يخيطوه، هذا بالنسبه للسيدات اللي كيعشقوا هاد اللوينات هادو اللي كيجيو مزونين ما شاء الله. فهنا تقريبا نفس الموديل فقط الاختلاف في الالوان. نمشيو نشوفوا هاد الموديل هذا اللي جاه انيق حتى هو. شوفوا معايا بالنسبه لهذا اللون، هاد الالوان اللي جات انيقه كذلك، وهنا اللون الاسود فهنا الرنده هنايا. شوفوا معايا الخديمه كيفاش جات، فهادي جلابه بالقميص ديالها. شوفوا معايا البنات الخديمه كيفاش جات، هانتوما البنات شوفوا معايا الخديمه ديال الرنده كيفاش جات، فهي جات بسيطه ولكن انيقه. هذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا اللي كيجي بالرنده وكيجي معاه بالطرز. شوفوا معايا اللوينات، ها نتوما البنات شوفوا الضريسه كيفاش جات في القبيب وفي القميص، شي حاجه انيقه ورائعه. وهذا موديل اخر كما كتشوفوه معايا اللي جاوب باللون الابيض اللي تخدم باللون الابيض.